الثمرة الرابعة من ثمرات اليقين أنه يثمر الانتفاع بالآيات والبراهين. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الشخص الموقن يا جماعة مش ماشي كده في الدنيا كده، لا لا لا، أما يبص للقمر مكتمل، أما يبص للنجوم في السماء، أما يبص لعظمة السماء، أما يبص لعظمة وهيبة البحر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربط على طول بين الآيات اللي شايفها دي وبين إيه؟ وبين حكمة الله في خلق الخليقة، وأن الله لم يخلق هذا عبثا، إنما خلقه بالحق وللحق. وسوف يحاسبك ويسألك عن حقه عليك، وما خلقنا السماوات والأرض بينهما إلا بالحق. حقه عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يبقى في ناس ممكن تشوف الآيات ولا تنتفع. بيشوفوا تلسكوب جيمس دلوقتي يشوفوا ملايين المجرات ويكفروا. لا مش بس يكفروا، ناس زنادقة من عندنا منافقين يخرجوا يقولك شوف تلسكوب جيمس لسه بتتكلموا في حتة قماشة تغطي رأس المرأة. إيه اللي دخل الحجاب في الموضوع دلوقتي؟ يعني احنا إيه اللي جاب موضوع الحجاب؟ لا، هو أنا عايزك إما تشوف تلسكوب جيمس تزداد انحلالا وانحطاطا بس وتعري. هو لا، هو من زاله بيكره الشريعة، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. هو بيحارب الشريعة، فهو عايز يقول إن العلم المفروض بيعارض هذا الدين. الدين هو بالنسبة له يعني دواعش عنده، يعني هو طبعا بيعبر عشان يعني نفر الناس، انتوا ارهابيين، انتوا وهابيين، انتوا متطرفين، سايكوباتيين، انتوا ظلاميين، انتوا متخلفين، التهم المعلبة دي. طب قرآن، انا اقصد على التبرع، على الحجاب ده قرآن تشريع، هتعمل فيه ايه؟ ممكن الناس تشوف الآيات ولا تنتفع بها ويزدادون كفرا وفجورا ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. في قلب الايه؟ قلب القاسي، قلب المريض، القلب المتكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يبقى مين اللي يشوف الآية ويزداد إيمان؟ يشوف الآية ويربط بينها، يستدل بالعيان على الإيمان. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. يقول لك المتوسمين هم المتفرسين الذين يربطون بين العيان والإيمان، بين الغيب والشهادة. يشوف الآية في الشهادة يربط بقى إن ده إيه؟ يبقى الغيب بقى صدق. يعني إن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ قادر. أما أقول لك هنبدل السماوات غير السماوات، إيه المشكلة في ده؟ إيه المستحيل؟ عشان كده فاكرين زمان في أول درس من حوالي 4 دروس كده قلنا إيه؟ الشريعة تأتي بإيه؟ بمحارات العقول، لا تأتي إيه؟ بمحالات العقول. الشريعة ما تجيش بحاجة مستحيلة. أما أقول لك في يوم آخر، إيه المستحيل في ده؟ إيه المستحيل يعني؟ إن ربنا تبارك وتعالى يبعث الناس جميعا، ما هو اللي خلقكم جميعا. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما فيش مستحيل. لكن أنت تتحير إزاي؟ عشان أنت محدود، ما تعرفش قدرة ربنا الفائقة. فأنت ممكن تحتار، لكن ما تقولش مستحيل. لذلك كل بقى ما أتى في أمور العقيدة وفي أمور الإيه؟ وفي أمور العبادات والمعاملات، لا تأتي الشريعة بمحالات العقول، إنما تأتي بمحارات العقول. يقول لك ربنا تبارك وتعالى يسمع جميع البشر في نفس اللحظة، جميع المخلوقات. دي حاجة أنت تحتار فيها، لكن مش مستحيلة. ليه مش مستحيلة؟ ما هو اللي أوجدهم، وأوجد لهم السمع، وأوجد لهم إيه؟ اللسان، وكهربة مخهم بإيديه تبارك وتعالى، وهو الذي يسيطر عليهم، وهو الذي يخلق فيهم الأفعال. الخلق ده تابع للعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعني انت دلوقتي هبرسلك مثال، انت عملت الكوباية دي، انت عملتها صنعتها، مش عارف اللي جواها؟ يعني انت مش عارف ايه يعني، وانت بتعملها مش عارف عملتها من ايه ولا عارف؟ ما ينفعش تخلق او تخترع من غير ما تعرف، صح؟ ما ينفعش تعمل حاجة تكونها، تعملها، تصنعها وانت ايه؟ مش عارف مكوناتها، صح؟ طبيعي المعرفة تسبق ليه؟
تسبق الإنشاء وتسبق الخلق. تمام. الله يعلم هذا الإنسان ويعلم أفعاله وصفاته قبل ما يخلقه. فإن كان هو خلقه يبقى هو عالم بكل قدراته وكل أعماله وكل أفعاله وما سيجري على لسانه وما سيراه بعينيه، والقدرات العقلية والذهنية والجسمية والنفسية كلها مصممة على الشيء الذي خلقه الله من أجله. يبقى الخلق ده تابع لليه؟ للعلم به تبارك، للعلم علمه تبارك وتعالى بهذا المخلوق. طيب أنا بقول لحضرتك هذا المخلوق الله تبارك وتعالى يعلم ما في صدره وما يسمعه وما يتكلم به، ما طبيعي، ما هو مخلوق، ده شيء مستحيل؟ لا مش مستحيل، ده شيء محير ليك انت، انه دول كتير قوي عشان انت مش عارف كل تفاصيله. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. ليه؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وقد احاط بكل شيء ايه؟ علما. هو خلق الخليقه دي كلها عشان توقن بقدرته المطلقه. وقد خلقتك من قبل لم تك شيئا، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبل، الاول الذي ليس قبله شيء. كل ده كان عدم، كيف تكفرون بالله؟ وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ اتى، وطويل قوي كمان. حين من الدهر طويل لم يكن الانسان اي شيء. إنا خلقنا الإنسان، أوجدناه من عدم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اليقين يخليك تبص في نفسك وتزداد يقين، تبص في السماوات وتزداد يقين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. تبص في القرآن وتزداد يقين، تبص في السنة وتزداد يقين. يبقى الآيات الكونية اللي هي تتقسم قسمين، آفاقية ونفسية، والآيات الشرعية اللي هي ما جاء في الشرع من القرآن وسنة، بتبص فيهم كل يوم بتزداد يقين. بتزداد يقين كما أما تبص في آيات كتير، وبتزداد يقين إيه؟ كيفا أما تبص في آية آية. وصنع الله وإتقانه في مخلوقاته وحكمته فيما شرع، ألا له الخلق والأمر. الأمر في الإتقان، في الإيه؟ الحكمة. طب والخلق في الإتقان. صنع الله الذي أتقن كل شيء. بص على النملة، بص على الذرة، النواة والسبع إلكترونات، تبص من الذرة إلى المجرة وتشوف اتساق الكون كله على قوانين، تشوف فيزياء الكم، تشوف الأحياء، تشوف الكيمياء، تشوف صفات خواص المواد، تشوف جريان الدم في العروق، سريان كهرباء المخ إلى الأعضاء، تشوف الخلايا، تشوف عمق قدرة الله تبارك وتعالى وصنعه العظيم. تنكسر، ترجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير. بصرك ينكسر وعقلك ينكسر وعلمك ينكسر أمام علم الله وقدرته عز وجل. فكل قدرة بالنسبة لقدرة الله عجز، وكل علم بالنسبة لعلم الله جهل، وكل قوة بالنسبة لقوة الله ضعف، وكل غنى بالنسبة لغنى الله فقر.